غش اللي يخاف ربي ما تحتاج والو. هضرك الغش غش التكنولوجي بلا تكنولوجي يدير لك واحد الحبه صغيره هنا يكونيكتي مع برا روح انت فيقدو. لازم تكون 20 دكتوراه في الانفورماتيك في لا تكنيك في الانتر بس لك راسك. ملي كان يخاف ربي بكري يغش بالحروز اسمه الحروز. هذوك سي ديمودي هذيك تاع الحروز سي ديمودي انا عمي المؤمن والله والو والله كاين مؤمنين من الطلبه والطالبات في جميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعي يخافوا ربي والله والو ما يغش لا شيء لانه يقدر ربي ونبي. النبي قال له من غشنا فليس منا وزاد قال من غش فليس منا ها في زوجه من غشنا يعني هذه ماشي غير في البطاطا والزروديه في كلش. والغش نتاع القرايه اخطر انواع الغش هو الغش في العلم. الغش في العلم اخطر انواع الغش. وبعدين الى اللي يخاف ربي عادي خطر يتقي الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتق الله خاف ربي حيثما كنت حيثما زمكانيه في كل زمان ومكان والسلام. خاف ربي برك خافت ربي ما تخافش. خاف اللي ما يخافش ربي اللي ما يخافش ربي خافوا لانه يدير العجب ما يخافش. كي تقول الاخير يقول كم بعد الاخيره بعيده بزاف والله لا قريبه بزاف والله ان اتى امر الله فلا تستعجلوه.